أفضل لاعب في العالم الآن من وجهة نظرك؟ aujourd'hui اليوم؟ أيوه je vais être un peu comment on dit en français كما نقول chirurgien. بالفرنسية Je vais سوف dire Kylian Mbappé أؤكد parce que لكم c'est un أنه joueur يوجد phénoménal إنها يوجد ظاهرة beaucoup de إمبابي vitesse, beaucoup de puissance, له الكثير من القوة مهاجم رائع يسجل الكثير من الأهداف أنا أحبه كثيرا أحب كثيرا كيليان إمبابي وأعتقد في إنجلترا يوجد لاعبان كبيران جدا الأول دي بروين لاعب مانشستر سيتي لأنه بالفعل لاعب أنا أحب طريقة أدائه ويساعد فريقه كثيرا ويلعب لصالح الفريق وهو لاعب محترم والآخر أنتم تعرفونه جيدا هو محمد صلاح اليوم بالنسبة لي صلاح هو من أفضل لاعبي كرة القدم في أوروبا وفي العالم إنه لاعب باستثنائي وكما أقول لكم يوم الأحد الماضي أحرز هدف ضد تشيلسي إنه هدف يدرس بالنسبة لي هم الثلاثة لاعبين الكبار في العالم الآن كيليان مبابي دي بروين صلاح